Hello, everyone. My name is Zainab Shaim. I'm a reporter here at WTOL. I'm here to give you an update from the state and from local leaders. In Arabic, our Roxanne Elias just got done giving an update in Spanish for the Spanish-speaking individuals in our community, and our Jensen Strzok has an update in English. So if this is not the language that you're looking for, you can go ahead and scroll down and find those updates in Spanish and in English. But for those who are tuning in, I'm going to give a quick update about the state and the local leaders that they have just spoke about today about the coronavirus in Arabic. So I'm going to switch over to Arabic and just right now. أول شيء الحاكم الجوفرنر مايك دوين بيشكر الكل، كل اللي عم يضلون بالبيت وعم يسمع كلمته والطلب عم يقولون عم يقول شكرا كثير لأن عم يشوف إنه عم يتحسن شوي الكورونا فيروس. So أول شيء الحاكم بده يشكر الكل اللي عم يضلوا بالبيت. وكمان الحاكم رح يطلع طلب جديد. الطلب رح يبلش بالليل، اليوم بالليل 12 بالليل انه رح نضلنا بالبيت. ف رح يغير كم شغلات بس هلا اذا بدكم تظهروا بيت فيكم تظهروا بس مشان الاكل والشرب. بس للظهرات اكيد ما فينا نعمل هيك، وحتى اذا بدكم تشتروا اكل بس مره أو مرتين بالجمعة. سو إذا بدكم تروحوا جيبوا أغراض ليكفيكم للعائلتكم للجمعة كلها، فما فيكم تروحوا كل شوي برا تجيبوا الأغراض، فخليكم جيبوا الأغراض بس اللي بدك إياهم فالجمعة كلها. فكمان إذا بدكم تروحوا تشتروا أغراض يعني للبيت، شخص واحد شخص من العائلة كلها لازم يروح، فما تجيبوا عائلتكم كلكم لحتى على السوق لتجيبوا الغراض، بس شخص من العائلة من البيت يعني. و رح يغير كم شغلات كمان أكيد. هلا السوق الشركة حسب الشركة رح يعدوا كم شخص بدون يفوتوا لجوا. هلا السوق رح يأثر من الغير ستورز ومحلات حسب، إذا أكبر أكيد رح أكتر عالم رح يفوتوا لجوا، إذا أصغر السوق أكيد أصغر الشخص رح يفوتوا لجوا. هلا إذا جيتوا على المحل ومبين إنه ما فيكم تفوتوا لجوا بدكم تنطروا مش دوركم قبل، فبدكم تنطروا لحتى تفوتوا لجوا، فرح يعدوا كم شخص فين يفوتوا لجوا أكيد. وكمان بدون يذكركم الحاكم انه يلبسوا كمامات بس تظهروا لبرا ولبسوا كفوف كمان. واكيد اكيد انه خلي متر ونص او مترين بعد من بعد بس بدكم تروحوا على السوق، وخليكم تديروا بالكم على حالكم اكيد، وديروا بالكم عن الكبار بالعمر. مثلا اذا عندكم نيبرز الكبار بالعمر خديروا بالكم عليه، الجيران اكيد، لأن إذا كبار بالعمر ما فيهم يظهروا مثل نحن الشباب وصبايا. فإذا تديروا بالكم على حالكم وأكيد عن غيركم كمان، خصوصا الكبار بالعمر. هلأ كمان الحاكم عم بيقول إنه رح البيك تبعت الكورونا فيروس رح يأثر علينا. هلأ البيك ممكن بيجي لآخر شهر أو أول الشهر، بس هالشهر يعني من جمعتين أو شيء رح يجي البيك. فبيقولوا يمكن ما رح يساعوا التخوت التخت بقلب المستشفيات، فقالوا قرروا إنه في محل بالداونتاون توليدو السي جيت سنتر رح يحطوا التخت، تقريبا رح يعملوا مثل مستشفى صغيرة بقلب داونتاون توليدو. إذا ما في محلات بالمستشفى في عالم يروح على السي جيت سنتر ويحكموا هونيك كمان، لأن رح يحطوا خطوط تخت. سوري عربيت شوي مكسر، بس بجرب أكتر يعني الفصل قد ما في لحتى للعرب العربي يحكوا العربي يفهموا علينا شوي أو بيفهموا شو بيصير. فالسي جيت سنتر رح يحطوا تخت ورح يكون مثل مستشفى صغير. هلا السي جيت سنتر إذا ما بتعرفوا وين هي بالداونتاون توليدو، بس ما أعطينا كتير
ديتيلز شو رح يصير واي تايم وكم تخت رح يحطه. فهلا رح يقولوا لنا بعد بالمستقبل، بس هلا قايلين انه السي جي سنتر رح يحطوا تخت ورح يكون في عالم يحكموا اذا سمح الله ما في محلات بالمستشفيات. هاي كمان بدنا نقول هاي اهم شيء كمان، اذا انتو حسيتوا حالكم صار شيء وصار عندكم كورونا فيروس، يعني عندكم سعله او شيء، مش الكل راح يكون عندهم الكورونا فيروس، سو بدكم تاكدوا انه مش الكل بدهم يروح على المستشفى. فاذا حسيتوا حالكم الحراره ما عم بتروح منكم وكتير ضيقت نفس وما فيكم تتنفسوا، لازم تروحوا على المستشفى. بس اذا عندكم سعله وحراره بتروحوا تيجي، بدكم تضلكم بالبيت، لان ما رح يكون في محلات كتير لكل العالم عنده الكورونا فيروس. بدكم تديروا بالكم حالكم بقلب البيت. فبعرف صعبه، بس شو بدنا نعمل بهالحال، لان ما في كتير مش كل العالم فيه يروح على المستشفى. سو بدكم تديروا بالكم على حالكم منيح، لحتى لك كمان اذا عندكم الكورونا فيروس فيكم تحموا حالكم و يعني take care لحالكم وبيروح الكورونا فيروس ان شاء الله. بس ديروا بالكم على حالكم كمان، لان مش الكل فين يروح على المستشفى. كمان عبي يقولوا هيدا كتير مهم، العالم انا بعرف العالم خصوصا العرب بيحبوا يروحوا على ديربورن وعندكم عائلة بديربورن، بس إذا رايحين جايين كتير بدكم تخففوا دهارات وتزوروا العائلة بالديربورن. هلا اللي عايشين بأوهايو وبعدهم جايين من السفر، مثلا إذا سافروا من جايين من فلوريدا أو ميشيغان، بدكم تضلكم بالبيت 14 اليوم بالكورنتين، سيلف كورنتين 14 أيام، ضلكم بالبيت ما تظهروا لنشوف اذا عندكم الكورونا فيروس، واكيد بدكم تدير بالكم على حالكم. فاذا هول للعالم بعدهم جايين يعني من السفر، بس اذا رحتوا على ميشيغان مثلا، ميشيغان حدنا حد اوهايو، اذا رحتوا في عندكم حكيم او رحتوا مشان شغل، اتس اوكي okay. مسموح اكيد فيكم تروحوا، بس يعني اذا جايين من السفر او رحتوا على ميشيغان في فتره طويله ورجيتون، بدكم تضلكم بالبيت لتراقبوا حالكم وشوفوا اذا انتم منيح. سنة كيفك؟ إن شاء الله منيحة. برقرة السؤال هلا المهم تبعت الستيمولس تشيك، عم تسأل عن الستيمولس تشيك. هلا إذا حدا عنده سؤال كمان فيكوا تكتبوا لي وأنا رح أجاوب قد ما فينا تجاوبكم، وإذا ما رديت عليكم اليوم أكيد بكرة، لأن عم نطلع كل يوم على الفيسبوك وعم رد عليكم السؤال. سنة لجاوبك، إذا عبوا تاكس هالسنة والسنة الماضية إيه بيجيون الستيمولس تشيك، بس ما خاص إذا عندهم جرين كارد أو لا، بس إذا عبوا تشيك بيجيهم الستيمولس تشيك. سنة أسأل question about a green card holder. Are they eligible for the government aid, the stimulus check? So basically, if you applied for taxes this year, was not here last year. Okay, so if you filled out this year, 2019, وكنت تحت ال annual tax, income tax تحت ال 75,000 دولار، yes بيجيك ال tax، بيجيك ال check من ال government. Okay، بس إذا عبيت ال tax يعني، فإذا عبيت السنة الماضية ما بيأثر، بس إذا عبيت هالسنة it's okay you're gonna get the stimulus check إن شاء الله.
في سؤال إذا حدا بده يسألنا شي تاني اسألوني وأنا رح جاوبكم قد ما فيي كمان. مثلا I hope that answers your question. إن شاء الله جاوبتك منيح. أوكي شكرا كتير على هالسؤال. أوكي ف هاي هي كنا بقلكن عن اللي إذا سفرتوا وجيتوا خليكن بالبيت وديروا بالكن حالكن وراقبوا حالكن إذا عندكن الكورونا فيروس وبدكن تكونوا بالبيت 14 يوم قبل ما تظهروا لتشوفوا أمنوا حالكن منيح. عن الكيسز بالأوهايو بدي أقولن هلا هاي بس بأوهايو بدي أذكركن بأوهايو مش بأمريكا كلها. شكرا سنة so sweet thank you so much شكرا كتير لإلك. بس بالأوهايو 4450 شخص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو. بس رح لكم بعد مرة بالأوهايو مش بأمريكا. 4450 شخص عندهم الكورونا فيروس. هلا كم شخص ماتوا بأوهايو؟ 142 شخص مات من الكورونا فيروس. هلا أبي شوفوا إنه أكتر منهم الرجال بيجيبوا الكورونا فيروس. بس ليش الرجال ومش النسوان ما بيعرفوا لحديت هلا. بعدهم بدهم يفحصوا ويعملوا شوفوا ليش إنه الرجال. فإذا أنتوا رجال انتبهوا حالكم وكيد النسوان كمان غسلوا إيديكم وخليكم بالبيت قد ما فيكم. بس بدهم يشوفوا ليش إنه الرجال بياخدوا الكورونا فيروس وبيمرضوا أكتر من النسوان. دق على الخشب الحمد لله. And then my girl, وكمان بلوكس كاوني 329 شخص عندهم الكورونا فيروس هون بلوكس كاوني. لوكس كاوني يعني توليدو بيريزبرغ حوالينا. هلا كبر النمرة أكيد. هلا 15 شخص ماتوا من الكورونا فيروس بلوكس كاوني وكل يوم عن يوم رح يكبر النمرة. فما تخافوا خليكم بالبيت مثل الحاكم جوفرنر مايك دوين عم يطلب منا وان شاء الله كل شيء بكون منيح. فهاي هي من لوكس كاوني. ما قالوا كتير الا النمرة وكم شخص مات 15 شخص وفوق ال 300 صار هون بلوكس كاوني. شكرا مونير. Thank you so much مونير for clarifying for people. Thank you. ف كمان بدي اقلكن عن الطلب الجديد بعد مرة للعالم اللي فاتوا هون. الطلب من حاكم مايك دوين طلب مني رح يبلش يوم بالليل رح يغيروا شوي الرولز عن الستورات والسوق. بس تروحوا اكيد هلا بس بدكم تظهروا لازم تلبسوا كمامات وكفوف. فرح كل شركه رح يعد كم شخص بيفوت بقلب بالسوق. فيمكن بدكم تنطروا شوي لحتى هلا حسب السوق الكبرى. إذا أكيد الكروغرز ووامر كبار فرح يفوتوا عالم أكتر من السوق الصغير. عرفتوا كيف؟ سو بدكم تنتروا شوي وطولوا بالكم وأكيد لبسوا عليكم كفوف وكمامة وخلي متر ونص أو مترين بعد من بعد. بس بدكم تشتروا غراضكم وما فيكم يعني بس تروحوا تشتروا غراض السوق ما رح يسكر. ففيكن تشتروا غراض قد بيكون بس كمان بالنفس الوقت بدكن تشتروا لحتى لي أديكن لأن مش كل يوم بدنا ندخل لبرا ونجيب غراض. فجيبوا بس لبيتكن بس نفس الوقت خلو الفكرة إنه ما فيكن تظهروا كتير برا. Thanks Charles, I appreciate that. For those of you just tuning in, I am giving an update in Arabic for the non-English speakers in our community. Our Roxanne Elias just got an update with us a few minutes ago in Spanish. And if neither of those are your languages that you're looking for English, our Jensen Strack also gave an update earlier on our Facebook Live as well at 7 p.m. An English update. And we will continue to give these updates in English, Spanish, and
in Arabic as well. So I'm gonna switch over back to Arabic. إذا حدا في عندهم سؤال أو بدكم تسألوني شيء فيكم تطلعوا على الفيسبوك بيج وبعتولي رسالة وأنا رح أجاوبكم قد ما في. اسمي زينب شعيب والبروفيشنال فيسبوك بيج فيك تروح عليها وبعتولي رسالة كمان إذا ما في شيء عبالكم تسألوني هلأ أو إذا هلأ بالليل خطر ببالكم فيكم تبعتوا لي رسالة كمان على الفيسبوك زينب شعيب. بس بدي أشوف إذا حدا سألني شي تاني بس ما عم بلاقي في سؤال تاني. وأكيد بدنا نطلع كل يوم إلكم شو عم بيصير بالحكومة بالعربي فكل يوم رح نطلع. ف شكرا كتير اللي بيحضروني وبيسألوني سؤالات كمان. ف اذا ما حدا عنده سؤال تاني رح سكر الفيسبوك واطلع بشوفكم بكره ان شاء الله هالوقت اكيد الساعه 8. بس بدي انطر بعد شوي. Hey Jason, this started actually last week. We've been getting updates in Spanish and in Arabic and, of course, English for our non-English speakers so they know what's going on in the government and in the state as well. Shukran, Malik. Thanks, Randa. Jennifer, thank you. Shukran kteer. Is ma hada andu sual? لكن شوفكم بكرة إن شاء الله. باي.